مساء الخير، اهلا. ايه الاخبار؟ الحمد لله. ايه رايك في عدى بي اي كورس اللي انت حضرته الاسبوع اللي فات؟ استفدت منه كتير. حضرتك شرحت لي السوفت سكيلز كانت كويسه، الحمد لله. وانا استفدت من حضرتك شخصيا في الامثله اللي حضرتك قلتها عن حياتك الشخصيه، يعني عن الكورس. الحمد لله. الكونتنت بتاعك طب كويس ان شاء الله، استفدت كويس. الحمد لله. قولي بقى احمد، تعرفني نفسك في خلال في 5 كلمات بالظبط. 5 كلمات او اسم. لا، تتكلم عن نفسك، يعني لو عايز تعبر عن نفسك، في يعني حاطط كده ثيم معين لشخصيتك او افكارك او ليك. ان شاء الله عايز ابقى اندرويد ديفلوبر كويس. كويس. في خلال فترة قليلة إن شاء الله أكون اتخرجت من الجامعة وعملت ستارت اب كويس، حتى لو صغير. تمام. بس كده عديت 5 كلمات. تمام، ممتاز، رائع. قولي بقى، في نقاط، كل إنسان عنده نقاط قوة ونقاط ضعف. إيه أكبر نقطة قوة عندك؟ Your greatest strength. إن أنا أقدر أتعامل مع جروب وأبقى كويس معاهم، وببقى بعرف اعمل اللي هم عم طالبينه واللي مطلوب منه. انا حاسس كده. تخيل انت اول ما يعني ما تعرف بقيت، حسيت ان انت فعلا سوشيال بيرسون وتقدر يكون ناس سوشيال جدا. تمام. مشكلتي بقى ان انا يعني نفس قصير، لو في حاجه ما قدرتش اعملها لفتره ممكن اتضايق واتعصب واتعب بقى. تتعب بسرعه يعني. مش بسرعة، بس لو عرفت بدي لنفسي وقت معين، يعني بحاول احل المشكلة. لو ما اتحلتش الدنيا بتبوظ كلها. احمد، قول لي انت شايف نفسك ازاي بعد 10 سنين من دلوقتي؟ هكون عملت الستارت اب بتاعي وعملت الحاجات ان شاء الله تبقى ترند وتعلم مع الناس يعني. أنا مبسوط جدا إن أنا كنت معايا في الكورس ده. أنا مبسوط والله إني شفت حضرتك وشفت الشباب يعني. أكرمك يا أحمد، سعداء بوجودك، وإن شاء الله نشوفك في كورسات تانية كتير. إن شاء الله. متشكر جدا يا أحمد، أتمنى لك كل التوفيق والله. ربنا يكرمك. نورتنا. ربنا يكرمك.